أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم على قناتي أعرف وتعلم. النهاردة يا أولاد هنحل مع بعض أسئلة النص المعلوماتي مفاتيح النجاح، ويلا يا أولاد مع بعض نبدأ حل الأسئلة. وهو النشاط معانا نشاط جيم، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. النجاح هو الشيء الذي يسعى إليه تلاميذ العلماء المديرون الجميع، طبعا الجميع. كي تنجح لابد أن يكون هدفك خياليا مستحيلا واقعيا بسيطا، طبعا يكون الهدف واقعيا. العمل دون خطة واضحة ودقيقة يجعل تفكيرك منطقيا مشتتا مبدعا منظما، طبعا من غير خطة واضحة ودقيقة يكون تفكيرك مشتت. لابد أن تكون ثقة الإنسان بنفسه معتدلة ضعيفة منعدمة مبالغا فيها معتدلة. ما يحفزنا على إحراز النجاح يسمى الدافع، الفكر السلبية، الاستسلام، العشوائية، الدافع. نشط دال، بعلامة صح أو خطأ. من عوامل النجاح الصبر والإصرار، أكيد صح. يجب أن يكون هناك توازن في ثقة الشخص بذاته، برضو صح. أكدت الدراسات أن النجاح أمر بالغ الصعوبة، غلط. تكوين علاقات اجتماعية مميزة صورة من صور النجاح، طبعا صح. ممارسة رياضة والهوايات مضيعة للوقت، غلط. بننتقل بعد كده لنشاط ها، صنف أهم عوامل ومفاتيح النجاح في الجدول. عندنا الأهداف المحددة، التوقع الإيجابي، الصبر والإصرار، الدوافع، الخطط الواضحة، إدارة الوقت، الثقة بالنفس. نمرة واحد عوامل النجاح، نمرة اتنين مفاتيح النجاح. بالنسبة لعوامل النجاح عندنا ثلاث حاجات، الأهداف المحددة وإدارة الوقت والخطط الواضحة. بالنسبة لمفاتيح النجاح عندنا أربع حاجات، الدوافع والصبر والإصرار والثقة بالنفس والتوقع الإيجابي. نشاط واو، أعد صياغة العبارات الآتية بعدما تعلمته من الدروس كالمثال. واحد، لن أشارك في المباراة المقبلة لأن الفريق المنافس قوي، فأنا هعمل إيه؟ سأتدرب جيدا وألعب بحماس لأحقق الفوز. تعلم اللغات صعب ولا وقت لدي، يبقى أثق في نفسي وأبحث عن طريقة أخرى سهلة لتعلم اللغات. نمرة ثلاثة، يا لحظ العلماء في الماضي كانت حياتهم سهلة. يبقى هنا المفروض إن أنا أعمل إيه؟ أصبر وأفكر بشكل إيجابي وأثق بقدراتي بصورة معتدلة حتى أصل إلى هدفي. بننتقل لنشاط زي، سل كل شخصية بمفتاح النجاح الذي تحتاج إليه. واحد، يشعر بأن قدراته محدودة ولا يستطيع إنجاز شيء بمفرده، فطبعا هيحتاج للثقة بالنفس. يريد تحقيق هدفه من أول محاولة ويصاب بالإحباط دائما، فهنا يحتاج للصبر. يفكر دائما بشكل سلبي مما يجعل تفكيره مشتتا، يبقى محتاج توقع الخير. نمرة أربعة، لا يشعر بأهمية هدفه ولا يوجد ما يحفزه لتحقيقه، يبقى هنا محتاج الدافع. نشاط ح، ضع علامة صح أمام الأهداف المحددة الواقعية. أنتهي من واجباتي المدرسية المتأخرة قريبا، دي طبعا ممكن. أتدرب ساعة واحدة يوميا على مهارات الرسم لأنمي موهبتي، برضو دي حاجة واقعية ممكن. أتعلم كل اللغات الأجنبية خلال إجازة الصيف، دي طبعا صعب، يبقى غلط. أصل إلى المدرسة في الساعة 7:30 لألحق طابور الصباح، ممكن. أكون إنسان أفضل مع بداية السنة الجديدة، ممكن. يبقى دي أهداف محددة واقعية. بننتقل لنشاط ط، أكمل لتوضيح كيف تقودك الأهداف قصيرة الأجل إلى إنجاز الأهداف طويلة الأمل. عندنا هنا أهداف قصيرة الأجل، واليمة الثانية أهداف طويلة الأجل. قلنا قبل كده أن الأهداف قصيرة الأجل بتوصل للأهداف طويلة الأجل. أول حاجة عندنا أمارس السباحة مرتين أسبوعية، فالهدف بتاعي أن أنا بعد كده أحصل على المركز الأول في مسابقة السباحة. اتنين، أقرأ صفحة واحدة كل يوم. طالما بقرأ بحب القراية، يمكن أصبح في المستقبل مؤلف روايات وقصص مثلا. نمرة ثلاثة، وفر مبلغا كافيا لشراء كاميرا التصوير احترافي. يبقى هعمل ايه عشان اشتري كاميرا التصوير احترافية؟ يبقى اوفر جزء من مصروفي كل يوم عشان اشتريها. نمرة اربعة، اتعلم 5 مفردات باللغة الانجليزية اسبوعيا. طالما اتعلم مفردات اللغة الانجليزية، يبقى انا ممكن في المستقبل اصبح مرشدا سياحيا في المستقبل. نمرة خمسة، اتفوق والتحق بالجامعة التي اريدها، فانا هعمل ايه عشان اوصل للتفوق والوصول للجامعة؟ يبقى أذاكر بجد واجتهاد يوميا. نشاط ي، اختر المعنى المناسب للكلمة الملونة في كل جملة. ما أجمل أن تمارس هواية في وقت فراغك، وهواية هنا يعني عمل محبب. للنجاح دروب كثيرة فاختر منها ما يناسبك، دروب يعني طرق. اجتهد حتى تحقق ما تصبو إليه، يعني ما تميل إليه. كف عن التذمر والشكوى وفكر بإيجابية، كف هنا يعني امتنع
الإفراط في تناول السكريات يسبب البدانة، والإفراط هنا يا أولاد يعني تجاوز الحد. نصوت كاف أكمل بكلمة مناسبة تتماشى أطمح هواياتي تتسم دراسات. الحفر على النحاس هو هوايتي المفضلة، منتجاتي تتسم بالجمال ودقة النقش وتتماشى مع كل الأذواق. لدي هدف واضح ومحدد وهو أن أبدأ مشروعي الصغير، فطلعت على دراسات كثيرة عن طرق التسويق الإلكتروني، ثم أنشأت صفحة على موقع التواصل، وما زلت أطمح أن يتطور مشروعي الصغير إلى مصنع كبير. نشاط لام صلب حسب معنى الكلمة الملونة. ركوب الدراجات هواية مفيدة، وهواية هنا يعني عمل محبب. هوى النصف على العصفور، وهوى يعني انقضى. الممثل الهاوي لا يتقاضى أجرا، الهاوي يعني غير المحترف. آخر نشاط معنا يا أولاد هو نشاط ميم. أكمل الجمل الآتية بكلمات من النص حسب المطلوب بين القوسين. لم أستسلم عندما نقط في محاولتي الأولى، عايز معنى فشلت، يبقى لم أستسلم عندما أخفقت في محاولتي الأولى. نمرة 2، الفكر نقط هي القابلة للتنفيذ، وعايز مضاد الخيالية، يبقى الفكر الواقعية هي القابلة للتنفيذ. 3، ينجح من يدرك نقط الوقت، وعايز مفرد قيم، يبقى قيمة، يبقى ينجح من يدرك قيمة الوقت. نمرة 4، تحديد الأهداف بدقة من أهم عوامل النجاح، وعايز جذر كلمة عاملة، يبقى تحديد الأهداف بدقة من أهم عوامل النجاح. بكده يا أولاد نكون انتهينا من إجابة النص المعلوماتي مفاتيح النجاح. أرجو النجاح والتوفيق لكل الطلبة. استنوني على قناتي أعرف وأتعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.